فرقة مزاج التلميذ تقدم ألبوم جديد ليالي المراجعة مع باقة من أروع الدروس والمراجعات النهائية في اللغة العربية. يعرفوني ما يعرفوني أنا مبرور ومضاف إليه. في الجيولوجيا من بطن القشرة الأرضية من بطن القشرة الأرضية بيقوم زلزال بيقوم زلزال بيقوم زلزال. ليالي المراجعة لتجنب الملاحق. ليالي المراجعة من مزاج التلميذ على مزاجك بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم. اوف انا زهقت. كفاية انا مودي زي الزفت النهاردة. اوف انا زيك بالظبط. ايه ده وانت شايف بالبتاع دي؟ انا عملت 4 حوادث على المحور وانا جاي يا بومبا. انت شايف بالنظارة دي؟ انا دهست اسرة على المحور. ايه ده كول؟ دهستهم ازاي؟ دهس بنزين على الاخر وظهروا فجأة ما لحقتش ادهس فرام مات. عشان كده مودنا زي الزفت وقافلين. بيروتي تقبرني. احنا مودنا زي الزفت. قول لنا النكتة. الزلمة جي يقعد على قهوة قعد على كابتشين جديدة تحفة. مودك ظبط؟ ظبط كتير. بقولك ايه بيروتي، انا كنت عايز اسألك على حاجة. هو احنا مش المفروض الفوتو سيشن ده بنيجي صايمين؟ لا حبيبي مش منظار. انت تصور وجهك فقط مش الكلى. اوكي بقول زلمة زلمتان زلمات. لا عيد اتكلم مصري عادي. احنا وقعنا خلاص. قول. الله يبارك لك يا ابني. الموضوع كان صعب قوي. بقول لكم الليسي كلمني في التليفون من شويه بيستاذن عشان عنده فرح النهارده ان يغني درس الجغرافيا. ايه؟ لا الليسي ما يغنيش درس الجغرافيا، يغني المستوى الرفيع بس. مستوى رفيع ايه؟ الليسي مليان. خلاص يغني المستوى التخين بس، احنا مالنا. اوكي ماشي اللي تشوفوه. طيب انتوا اخباركم ايه في الاي جي؟ لا يا جماعه احنا ربنا كرمنا الحمد لله. اي جي ايه نبعد عن المخدرات خالص. بس يا حبيبي اسكت. اي جي بطيخ ولا كانتالوب؟ الله تلوب اصل بيبقى مزز شويه. ايوه خد بالي. الاي جي مدارس اللغات الانترناشونال. لا خطوه العالميه دي اجلها شويه. مش شغلانه. بمناسبه العالميه بقى الحقيقه المكان ده عليكم قوي. ايوه يا عيد فعلا احنا بقينا نستعر منكم جدا. يمكن عشان ما تربطوش. انا محضر لكم مفاجاه. انا اجرت لكم ستيج ليكم انتم. نو واي سوبر واو. ايه ده ايه ستيج؟ ايه دي معناها؟ ايه الكلمه دي؟ لبناني ولا ايه؟ بس يا جاهل. بيروتي. نعم. انت ازاي تتصرف من غير ما ترجع لي؟ الستيج دي ضيقه قوي. كنت جبت الكابورليه اللي من غير سقف. جاهل. ايه استيج يا بهايم؟ يعني مسرح. احنا عارفين والله. اصل للاسف جمهوركم كبر. لا حول ولا قوه الا بالله. كبر بقى عنده كام سنه؟ هو انا الغلطان؟ لازم ابقى محدد. لا اقصد جمهوركم كتر. لا حول ولا قوه الا بالله. كتر بقى عنده كام سنه؟ الله الله عليكم. المهم انتوا جاهزين؟ طبعا جاهزين. جاهزين لايه؟ يلا على بركه الله اتفضلوا.